الكهرباء تعلن عن نظام جديد لدفع فواتير الكهرباء المتراكمة 2022. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. النهارده معنا موضوع جديد من مواضيع المصالح الحكومية. النهارده هنتعرف على كيفية تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة قبل قطع الخدمة. أتاحت شركة الكهرباء المتوافرة في كافة أنحاء الجمهورية نظام جديد لدفع فواتير الكهرباء 2022 بدلاً من انقطاع الخدمة عن المستهلك. وفي حالة قطع الخدمة تقوم شركة الكهرباء من رفع عداد الكهرباء، وأوضحت الشركة أنها وجدت من نظام تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة الحل الأمثل للمواطنين. وأتاحت الشركة بعض الخطوات البسيطة لدفع الفواتير المتراكمة، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وسرعة الدفع وتوفير الوقت والجهد. طيب تعالوا نتعرف على طريقة تقسيط الفواتير المتراكمة. أولا، يشترط شركة الكهرباء حضور صاحب عداد الكهرباء الذي يرغب في التقسيط أو ينوب أو من ينوب عنه، ولكن بتوكيل عام من صاحب العداد. ثانياً، صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد. ثالثاً، الأصل صورة من آخر فاتورة تم دفعها. إيصال الكهرباء، آخر إيصال كهرباء. أربعاً، نموذج طلب تقسيط للمديونية ويتم استيفائه من الشركة مع ملء البيانات الموجودة به، وده بتاخده من شركة الكهرباء. بعد تجهيز كافة مستندات دفع فاتورة الكهرباء المتراكمة، يمكن المتقدم أن يتوجه إلى أقرب فرع لإدارة الهندسية الكهرباء التابع لها محل السكن صاحب العداد. ستة، بطلب من الموظف الحصول على نموذج من تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة مع تسليم آخر فاتورة كهرباء قد تم دفعها. سابعا، إذا لم يتوافر أي فاتورة للكهرباء سيطلب منك الموظف معاينة عداد الكهرباء الخاص بك للتأكد من سلامة وصحة عداد الكهرباء، ومن ثم إصدار فواتير الكهرباء. وأخيرا، بعد صدور فاتورة الكهرباء المتراكمة سيطلب من المشترك دفع قيمة آخر فاتورة الكهرباء مع دفع قيمة 25% من قيمة الفواتير المتراكمة، ويمكن تقسيط باقي المبلغ على مدى 12 شهرا بدون فوائد. وقد حذرت شركة الكهرباء أنه في حالة الامتناع عن دفع باقي فواتير الكهرباء المتراكمة أثناء نظام التقسيط لمدة 3 أشهر يحق لشركة الكهرباء رفع عداد الكهرباء. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم مصطفى بشير. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة عشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية.